من جديد يصيب توقع ليلى عبد اللطيف في دولة عربية رعب وفزع وخوف من القادم. شاهد الأخطر من توقعات ليلى عبد اللطيف للدول العربية على قناة توقعات الأيام. مرحبا بحضراتكم معنا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. هنتكلم النهاردة عن مجموعة مهمة من توقعات ليلى عبد اللطيف سيدة الإلهام وآخر ما توقعته وتحقق بالفعل لدولة عربية. تابعوا معنا لنهاية الحلقة عشان تعرفوا إيه التوقع المهم وأيضا كل توقعات ليلى عبد اللطيف النهاردة للدول العربية. ليلى عبد اللطيف بتتوقع ان تونس هنشهد فيها منظر او مشهد الاعمار والنمو وستكون السياحة احسن مما كانت عليه، واكدت ان تونس سوف تتحسن وستفتح منتجعات سياحية كبيرة على المدى القريب. قالت كمان ان الشعب التونسي واعي ولا يوجد شيء يستدعي الخوف في تونس. العالم العربي سيشهد كوارث طبيعية كبرى، وقالت أن بلدان الخليج ستشهد تساقط للثلوج، وأيضا بتتوقع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بيتعرض لأزمة صحية حادة. كمان بتقول أن فيروس كورونا هو حرب بيولوجية قامت أمريكا بافتعالها لمحاربة الصين، لكن الفيروس خرج عن سيطرتها. كمان بتتوقع ظهور مرض خبيث في الصين بيتسبب في حالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء. كمان اتكلمت عن حرب روسية على أوكرانيا وإن أوكرانيا بتشهد استنفار كبير على الحدود. كمان شايفة خوف وقلق على بعض الدول من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية واللي هتشهد تصعيد خطير في الأيام المقبلة، وقالت إنه ممكن يشهد ذلك اقتراب من حرب عالمية ثالثة. كمان توقعت أن الرئيس فلاديمير بوتين هيتعرض لمحاولة اغتيال أو مؤامرة قد تشكل خطر على أمنه، وبتقول أتمنى أن تبوء بالفشل. كمان بتتوقع ليلى عبد اللطيف وقوع حدث كبير في فلسطين المحتلة، وعدد كبير من المسلمين ومن أغلب الدول سيزورون القدس والمسجد الأقصى وذلك في المراحل المقبلة. ستستضيف المملكة العربية السعودية حدثا عالميا كبيرا، اكتشاف آثار تاريخية في منطقة سعودية لها قيمة معنوية ومادية، تقارب سعودي سوري ووفد سعودي رفيع المستوى يزور سوريا، الموت يغيب 3 وجوه فنية خليجية عربية في 2022 ومن بينها وجه فني كويتي، عودة شرعية اليمن بعد أحداث مهمة وتطورات بارزة، وسوف تساهم دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والكويت في إعادة بناء واستقرار اليمن. سيتم إنشاء قوة عربية خليجية أمام أي خطر أو اعتداء خارجي، هدوء في الدول العربية ومرحلة حاسمة في العراق وخطر يهدد بعض الشخصيات العراقية البارزة. حزب الله سيذهب لخارج سوريا ومهمة يتم إنجازها، لكن بتتوقع أن المعركة ستنتقل إلى جبهة أخرى. استقالة واعتذار بعض الوزراء من الحكومة الحالية اللبنانية. تيمور جنبلاط في زيارة مفاجأة لسوريا ويلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يزور سوريا ويلتقي الأسد على رأس وفد كبير من القوات اللبنانية. يد الغدر تطال لإحدى الشخصيات الوزارية، وشغب وفوضى على أبواب قصر العدل ومحاولات فاشلة لاقتحامه. لا حرب إقليمية في لبنان، وماكرون يزور لبنان ونتائج الزيارة ستكون إيجابية. الحزن يلف منطقة المتن، وزراء ونواب لبنانيون من 8 و14 أذار يزورون سوريا بشكل رسمي وعلني. انتشار للجيش والقوى الأمنية بين منطقتي برج المر والصنائع في بيروت لحدث مؤسف، لقاء يجمع جعجع ونصر الله، ولقاء آخر يجمع الرئيس أمين نجميل ونجلو سامي بنصر الله، وفتح صفحة جديدة من العلاقات لصالح لبنان. الجزائر تكون على موعد مع موجة مظاهرات واحتجاجات وأعمال عنف تعم الشارع. سنشهد بروز تنظيمات جديدة بعد تنظيم داعش، لكن بهدف واحد خاصة في إفريقيا.
كمان من توقعات ليلى عبد اللطيف بتتوقع ان مصر هيحصل فيها تقدم كبير على الصعيدين العسكري والاقتصادي وتحسن العلاقات المصرية التركية، وهي كانت توقعت كمان زيارة أردوغان للسعودية والإمارات وتحسن العلاقات، وتوقعت حداد في المغرب وحرب في السودان واحتجاجات وفوضى في تونس. أما من أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف واللي تحققت بالفعل، فكان هذا التوقع اللي قالت فيه إن هيحصل زلزال في أحد الدول العربية هيبث الرعب والخوف في قلوب هذا الشعب العربي لكنه لن يكون مدمرا، وده اللي حصل بالفعل في دولة الجزائر، وده اللي حصل امبارح في دولة الجزائر لما ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ولاية وهران شمال غرب الجزائر واللي بتستضيف دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. قال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر إنه في حدود الساعة 5:30 حسب توقيت المحلي لمصر تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5 على مقياس ريختر في ولاية وهران غرب البلاد، وأضاف في بيان إن مركز الهزة حدد على بعد 12 كيلومتر شمال قديل في الولاية، ونقل تلفزيون النهار الجزائرية عن الحماية المدنية لولاية وهران إن الهزة الأرضية لم تتسبب في أي خسائر بشرية، ولله الحمد ما فيش أي خسائر بشرية. ولاية وهران بتستضيف فعلا فعاليات النسخة من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. دي كانت كل توقعات النهاردة والتوقع اللي أصابت فيه سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف بالزلزال القوي اللي ضرب ولاية وهران في الجزائر، لكن الحمد لله لم يتسبب في أي خسائر بشرية، وده برضو اللي كانت متوقعة ليلى عبد اللطيف وتحقق بالفعل. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، هنستنى تعليقاتكم وأراءكم ودايما بنسعد بيها. أشوفكم بكرة على خير ودمتم في حفظ الله ورعايته.